طيب، أول بارت في شيء اسمه factorial of a natural number. natural number بس نتذكر سوا شو يعني natural number. بس قول natural number يعني بلش 0، بعدين في عندي 1 2 3 etc. يعني أول شيء ما في negative numbers، هذه أول شيء بالنسبة للnatural. وثاني شيء ما في decimal، يعني هو الأرقام اللي هن نسميهم أرقام طبيعية. اوكي، natural number. يعني إذا بسأل سؤال أنا هلا، شو هو النمبر اللي بيجي after 5؟ مين الناتشر اللي بيجي after 5؟ سؤال عادي ما في شيء، ما بس الفكرة إنه بدي أتأكد إنه ما في 5 point، ما حدا يقول لي 5.1 مثلا. اوكي، يعني هون الأرقام يلي بتجي بعد ال 5 أو بعد ال 6 هي 6 و 7. النمبر يلي بيجي قبل ال 10 مثلا مين بيكون؟ مين هو النمبر اللي هو before 10 كناتشرال؟ 9 اتسترا. اول الشغلات انا حنستفيد منهم هلا هون. لكم شغله بس، هذا الدرس خاص هلا ابتداء من البارت الثاني، هذا بده تجاوب وبده مشاركه. يعني في اسئله كثير رح تنسال لانه هو عباره عن حزازير بدنا نلاقي له حلول. اوكي؟ فبليز بدكم تكونوا هيك شوي عم تستمعوا وما فيكم تفهموا بدون هيك يعني. طيب، اول شيء هون بدنا نعرف هلا اول شيء مثل رول هي، بس انه هيك لها طريقه بدنا نتعلمها. Let n be a natural number. هو نمبر عاد ناتشرال، هون عم نحكي نحن بس عن ناتشرال نمبر. وي ديفاين ذا فاكتوريال ان، وبنقراها كمان ان فاكتوريال، يعني فينا نقراها او فاكتوريال ان او ان فاكتوريال. النوتيشن تاعيتها هي ان وحدها اكسكليميشن مارك، هيدي المارك اللي بتاخذها. هيدي بالماث تعتبر ان فاكتوريال او فاكتوريال اوف ان. اوكي؟ هيدي حتى موجوده على الكالكوليتر. إذا بتنبشوا عليها هلا، إذا في حدا منكم حده كالكوليتر في نبش عليها بعدين بلاقيها. طيب، هيدا النوتيشن تبع الـ n factorial. الـ n factorial by definition، نحن عرفنا نعرف الـ factorial لكل رقم من هون. صح؟ طيب، أول شيء، أول اثنين هن عندي إياهم by definition. الـ 0 factorial equal to 1 والـ 1 factorial كمان equal to 1. هول اثنين هن by definition، ما حدا يسألني ليش، هول هن هيك موجودين. بدك تعرفهم. إنه the factorial of 0 and the factorial of 1 نيناتهم equal to 1. ومن هلا ورايح قلنا نحن الفاكتوريال النوتيشن تاعيته هي هيدي اكسكليميشن مارك. اوكي، هلا ابتداء من ال 2 وطلوع، يعني 2 فاكتوريال 3 فاكتوريال 4 فاكتوريال اتسترا، شو هي الديفينيشن تاعيته؟ يعني بشكل عام n فاكتوريال اتس ايكوال n multiplied by the natural before، يعني n multiplied by n minus 1 multiplied by اللي قبلها. مين بتكون؟ مين هو الناتشرال اللي قبل n minus 1؟ n minus 2 multiplied etc. لتوصل اخر شيء لعند ال 1. هلا بنعطي اكزامبل بسيط. هيدي هون بس كنوتيشن، هيدي ال a المقلوبه بالعكس، هيدي بالماث اللي بيشتغل ماث بعدين بيفهمها اكثر، هيدي معناتها for all او for every. يعني كل شيء نحن بالمعرفة نعتبره for all كذا أو for every، هيدا النوتيشن تاعتها. أوكي؟ بس إنه أنا كاتبها هيك لأنه هيدا بعلمه بصف 12 وما انتبهت إنه ما أعطيكم إياه. بس عشان ما حدا يسألني عنه. يعني for all n greater than or equal to 2 the factorial of n it's equal to n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 etc. لأوصل لها. طيب، قبل ما أحكي عن هاي بدي اعطي الاكزامبل الاول اللي شايفينه هون ونعطي اكزامبل ثاني. شو يعني اذا بدي اطبق هالفورمولا انا هلا؟ 3 فاكتوريال فور اكزامبل، شو بتعطي 3 فاكتوريال؟ 3 فاكتوريال شو بتصير حسب الديفينيشن؟ 3 مالتيبلايد باي اللي قبلها، مين هو النمبر اللي قبل 3؟ ناتشرال 2 2 مالتيبلايد باللي قبل 2 مين هو؟ 1. بس توصل لل 1 انت بتوقف خلص. 3 تايمز 2 تايمز 1 هي 6. طيب رح اعطي اكزامبل ثاني هون لانه هوليك التو اذر اكزامبل له علاقه بهيدي الريمارك اللي بحكي عنها بعد شوي. خليني اعطي اكزامبلز ثانيين. اذا بدي اخذ مثلا 5 فاكتوريال، اذا بدي اجي اقسم شو بيطلع 5 فاكتوريال حسب الديفينيشن؟ 4 تايمز 3. لا ليش 3؟ مين هو الناتشرال اللي قبل ال 4؟ ها؟ 5 تايمز اللي قبله، مين اللي قبله؟ 4 تايمز اللي قبله 3 times 2 times 1 صح؟ ونحسبها
يس هي راح تطلع 120. استاذ انت كم اي اسسرة بتاخد ارقام؟ كم رقم بتاخد؟ شو يعني لا نوصل للرقم بتضلك تضرب اذا توصل للوان. هلا حوصل للوان راح طول بالك. هلا يلي هذا السؤال خيفان من قصه الارقام الكبيره، بيقول لك انه طيب اذا عندي انا 15 فاكتوريال شو بدي اعمل؟ بدي اقعد اضرب 15 ضرب 14 ضرب 13 اي اي هي هيك. بس نحن مش حنوصلك لهالمرحله، نحن هوليك بنستعملهم بالسمبليفاي حنحكي عنهم بعدين. بس هلا باي ديفينيشن ايه 5 فاكتوريال هي 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. طيب بدي منكم تلاحظوا شغله معي هلا لاوصل لهي اللي حكيت عنها هون. طيب 5 فاكتوريال اذا جيت انا اعتبرتها 5 تايمز هولي من الفور للوان هن مين؟ 4 تايمز 3 تايمز 2 تايمز 1 مين؟ هذا مين بيكون؟ 4 فاكتوريال؟ 4 فاكتوريال برافو. هو اي نمبر فاكتوريال مش مضروب لعند ال 1؟ طيب يعني انا طلع عندي ال 5 فاكتوريال شو هي؟ طلعت 5 تايمز شو؟ تايمز 4 فاكتوريال. 4 فاكتوريال. طيب إذا برجع هون أنا وياكم لل 3 فاكتوريال. ال 3 فاكتوريال مش هي 3 تايمز 2 تايمز 1؟ طيب ال 2 تايمز 1 يعني 3 تايمز 2 فاكتوريال. لا معناتها any number فاكتوريال هون رجعنا لهي هلا. It's equal to n multiplied by اللي قبلها فاكتوريال. عم نفهم؟ يعني هون أنا عندي n فاكتوريال equal n ضرب مين هو ال natural اللي قبل ال n؟ مين بيكون الناتشرال نمبر بيفور ان؟ ان ماينس 1 ان ماينس 1 ان ماينس 1 فاكتوريال ايكوال ان ضرب ان ماينس 1 فاكتوريال. طيب اكثر من هيك بدي اروح معكم. انا هون اذا اجى على بالي وقف على الفور فاكتوريال وقفت هون. طيب خليني اخذ نفس الفايف فاكتوريال لفرجيكم شو فيني اعمل كمان. انه فيني انا مثل بدي اتحكم فيها. لك شو فيني اعمل؟ 5 تايمز 4 اذا اجى على بالي وقف هلا بضرب بشو هون؟ يعني هول مين هن؟ 3 فاكتوريال 3 تايمز 2 تايمز 1 فاكتوريال 3 فاكتوريال معناتها فاكتوريال. انا حسب ما انا بناسبني بالسؤال هذا الشيء اللي حتشوفوه هلا بعد شوي بوقف. يعني انا ال 5 فاكتوريال يا فيني اعتبرها 5 تايمز 4 لعند ال 1 وبحسبها، يا فيني اذا بدي ال 4 فاكتوريال يبين. انتبهوا منيح على شو عم بحكي لانه هذا الشيء له علاقه هلا بالاكزامبل اللي بدنا نعمله. اذا انا بحاجه ليبين ال 4 فاكتوريال بوقف هون بتصير 5 تايمز 4 فاكتوريال. إذا أنا بحاجة لأبين 3 فاكتوريال شو بعمل؟ بقسم فيها بتصير 5 ضرب اللي قبلها 4 ضرب اللي قبلها شو بحط هون؟ 3 فاكتوريال مثل بدي أنا بوقف. طيب انطلاقا من هون أنا استاذ يعني مثل إذا كنت على فراكشن بالضبط ركزوا منيح. عندي هذا الإكزامبل شوفوا كيف هون شو فيني استفيد من السمبليفاي. إذا أنا بدي أعمل كالكوليشن هلا ل 10 فاكتوريال أوفر 7 فاكتوريال وما بدي ضيع كثير وقت. هلا بالديفينيشن انا المفروض هون حط 10 تايمز 9 رح احط لكم اياها جنب بس لفرجيكم انا قد ايه وفرت وقت وكتابه. ال 10 فاكتوريال هي المفروض 10 تايمز 9 تايمز 8 اتسترا لعند مين لاوصل مفترض؟ 1 عند ال 1 تايمز 6 رح احطهم رح احاول احطهم معلي بس لفرجيكم قد ايه وفرت تايمز 4 تايمز 3 بس من واقف على 7 كمان 2 ديمينيتر تايمز 2 تايمز 1 مش هي 10 فاكتوريال؟ طيب اذا بيجي تحت لل 7 فاكتوريال شو هي 7 فاكتوريال؟ هي 7 تايمز 7 6 5 4 3 2 1. طيب انت وعم تكتب هاللي تحت ما بتلاحظ انه هول كلهم موجودين فوق؟ بلا يعني فيك تعمل سمبليفاي صح؟ طيب فبتصير مضطرين نشيلها بتيجي بتسال حالك سؤال. طيب خليكم معي شوي بليز اسمعوا تسال حالك سؤال طب انا لشو عملت بحالي هيك؟ ليش انا بدي اقعد احطهم كلهم 7 تايمز 6 تايمز 5 وهن موجودين تحت؟ فلك شو بجي بعمل؟ ال 10 فاكتوريال مين الاكبر ال 10 ولا ال 7 هون؟ 10 10 جريتر 10 شو بعمل؟ ال 7 فاكتوريال بتركها يعني الفاليو الاصغر بتركه. ال 10 فاكتوريال ببلش اقسم فيها على طريقه هيدي اللي كنا عم نشتغل فيها هلا بال 5 فاكتوريال يعني بجي بقول هي 10 تايمز ناتشرال اللي قبله هو مين؟ 9 تايمز مين؟ 8 انا بناسبني يبين مين هون؟ 7 فاكتوريال كرمال اعمل فيه شو هلا؟ لا 7 ديمينيتر تحت يعني انا هلا ما عملت سمبليفاي بس ب 7 انا عملت سمبليفاي ب 7 فاكتوريال بتعرفوا شو يعني ب 7 فاكتوريال؟
يعني انا عملت سمبليفاي بهولي كلهم بدون ما اكتبهم. 7 فاكتوريال رقم كتير كبير، منه بسيط. 7 فاكتوريال هو بيطلع 42 تايمز 120، ما بعرف قد ايه يعني، بيطلع بال 5000 وشي 6000. انت عملت سمبليفاي بهيك رقم بدون ما تكتبهم، بدون ما تضطر تكتبهم. ففهمت شو اهميتها لهيدا الرول. هلا اهميتها انه انا وقت ما بدي على الفاكتوريال كرمال اعمل سمبليفاي، اكثر شيء هاي بيستخدمون اذا في فراكشن كرمال اعمل سمبليفاي. اوكي، فبتصير هون 10 تايمز 9 تايمز 8 تايمز 7 فاكتوريال على 7 فاكتوريال. بتروح ال 7 فاكتوريال بقي عندي هلا 10 تايمز 9 تايمز 8، بحسبها كالكوليتر تطلع عندي 700. طب استاذ اذا كان مثلا 10 تحت و 7 فوق نفس الشيء، بتعمل سمبليفاي بتصير 1 اوفر هيدا 720، ما في مشكله. هذا الشيء كنت بتحكي عنه هلا. يعني مثلا ها اعطيك اكزامبل ثاني قريب لهذا السؤال. انا اذا عندي بدي اعطي اكزامبل ثاني هلا، اذا عندي مثلا 4 فاكتوريال، اوكي هيدي فاكتوريال هون، اوكي تحت عندي مثلا 6 فاكتوريال تايمز 3 فاكتوريال، افترض عندي هيك، عندي 3 فاكتوريال هون، مين الاكبر واحد فيهم؟ 6. شو بجي بعمل؟ بحاول طلعه لفوق. الفور فاكتوريال بتركها. ليه؟ لانه عارف هلا بال6 فاكتوريال حوصل لها. بال6 فاكتوريال اذا قسمتوها شو بتصير؟ تايمز 5 تايمز شو بحط هلا هون؟ 4 فاكتوريال. وهذيك بتركها 3 فاكتوريال او بحسبها، ما فرق معي. يعني هيك بتركها 3 تايمز 2 تايمز 1 لانه ما بقى في فاكتوريال. مزبوط؟ انت بشو عملت سمبليفاي هلا؟ بفور فاكتوريال اللي هو 24 على فكره، انت عملت سمبليفاي رقم كبير يعني. الفور شو بقي فوق؟ فاكتوريال 1 وتحت بتحسبهم عادي 6 تايمز 5 تايمز 3 تايمز 2 بيطلع عندنا 108. بيطلع هيدا الجواب. اوكي؟ عم تسمعوني؟ اوكي. مش الحال؟ إيه. يعني في كثير اسئله طيب هلا يعطيك العافيه استاذ علي. هلا بناخذ الغياب، بيعطيك العافية. ايه هلا. في عندنا أربعة أستاذ غايبين عندك. أحمد نداوي، إسراء ظاهر، لما السوقي، وسارة كردية. أوكي. ماشي. يعطيك العافية. وجد معنا شيء بخبرك، شكرا أستاذ محيدين. أوكي يا هلا، سلام. طيب، لكن قبل ما محي هون، ما بعرف إذا حدا منكم بده يصور لنا هول الإكزامبلز ويبعثهم على الجروب، ما عندي مشكلة. إذا حدا حابب يصور، لأنه بدي محيهم. أنا بدي فضل. أنا صورهم وأبعثهم على الجروب. أوكي، أنا بدي فضل الشاشة لأشرح هاي الإكزامبل الأخير اللي فيها. أوكي. صورناهم؟ هسه صورته. طيب. ركزوا هلا على هذا الإكزامبل الأخير. طيب هون هلا بس لكم شغلة قبل الإكزامبل الأخير. هون هلا من شوي أنا كنت عامل لكم في كالكوليتر. لمحبي الكالكوليتر معهم حق بيجي بيقولوا طب يا استاذ انت صلك شي 10 دقايق قاعد عم تشرح لنا كيف نقعد نقسم فيها وكذا، وهي هيدي على الكالكوليتر بتخلص بثانيه. صح هلا انتم بس هلا الفرق انه انتم بعضكم ما بتعرفوا الكالكوليتر، بس هيدي صراحه فيك تفوت على الكالكوليتر هلا عندك تعمل 10 شيفت بزون اكس باور ان عندكم في محل بالاصفر مكتوب اكس فاكتوريال، بتكبس الرقم قبل بعدين بتعمل شيفت لهيدا الفاكتوريال بتعطيك لحالها 10 فاكتوريال، وتحت نفس الشيء بتعمل لل7 بيعطيك دغري هو 720. فيك ترجع تعيد بس كيف بنعملها؟ اوكي شو على الكالكوليتر؟ ايه بليز بدي اشوف اذا معي هلا ما الكالكوليتر مش حدي بس هي بظن موجوده مكتوب بالاصفر اكس فاكتوريال. عرفتوا وين مكتوب الاكس فاكتوريال؟ على اكس ماينس 1. على اكس ماينس 1 بالضبط. عندكم بالكالكوليتر في هيدي الاكس باور ماينس 1 فوقها بالاصفر في اكس فاكتوريال. اوكي؟ بتعملوا 10 شيفت لهيدا الاكس باور ماينس 1 بتعطيك لحالها 10 فاكتوريال. صحيح. انتوا 10 قبل وبعدين بتعملوا شيفت لهيدا الاكس باور ماينس تطلع 10 فاكتوريال وتحت نفس الشيء تعطيكم لحالها 720. طيب بيجي التلميذ بيقول لي طيب لشو عم تعلمنا لكان هالطريقه ويقعد قسم ال 10 وما بعرف شو في كالكوليتر. بقول له معك حق
لبعدين ما كان هلا طبعا كاول كبدايه ممنوع بدكم تستعملوا بدكم تفرجوني على الطريقه بس انا راح اقول لك ليه عم عنك هذه الطريقه لانه اذا انت تعودت ما تتعلم هذه الطريقه ساعتها اللي مثل هاي هلا اللي بدي احلها ما فيك تحلها انا شو بيمنع احط بالاسئله فاكتوريال لنمبر مش معروف هيدا ما فيك تحله كالكوليتر لانه مش معروف شو هو العمل صح فانا عم علمك اسلوب شغل انا هي الفكره اسلوب شغل يعني ما تفكروا فيها القصه بس انه والله انا بدي عزبك يعني مع انه هي لذيذه يعني هي منها صعبه حلوه طريقتها انه كيف الواحد يقسمها لك هون شو بيجي بعمل انا هون عندي n فاكتوريال اوفر 2 فاكتوريال تايمز n ماينس 2 فاكتوريال طيب اللي كنت عم اشرحه من شوي انه 10 اكبر من 7 ببلش اقسم ال 10 طيب هون مين الاكبر ال n ولا ال n ماينس 2 ال n ال n بيجي ببلش اقسم ال n بتصير n multiplied by اللي قبلها تطلع n ماينس 1 multiplied by اللي قبلها تطلع مين n ماينس 2 فاكتوريال صح وتحت وقفتهم فهمت ليش وقفت فهمت ليه حطيت فاكتوريال لانه شايف انا قدامي انه تحت شو في عندي كمان n ماينس 2 فاكتوريال فساعتها شو بعمل هلا بعمل سمبليفاي مش ب n ماينس 2 انتبهوا انت هون عم تعمل سمبليفاي ب n ماينس 2 ضرب n ماينس 3 ضرب n ماينس 4 وصولا لل1 عم تفهموا كيف بس انت مش شايفهم انت شايف فاكتوريال فانتوا هون عملتوا سمبليفاي ب n ماينس 2 فاكتوريال بقي عندكم بس n n ماينس 1 فوق وتحت بقي عندنا وضحت؟ هعطيكم مثل ثاني على الان لتفهموا اكثر طيب اذا عندي انا هلا فور اكزامبل n ماينس 1 فاكتوريال على n بلس 1 فاكتوريال مين الاكبر؟ الان ماينس 1 ولا الان بلس 1؟ انا بلس 1 شو بجي بعمل؟ بترك الان ماينس 1 فوق مرتاحة بتركها فاكتوريال وبجي تحت بقسم الان بلس 1 لأوصل لعند الان ماينس 1 يعني بتصير تحت ان بلس 1 ضرب اللي قبلها مين اللي قبلها؟ الان الان ضرب اللي قبلها مين؟ ان ماينس 1 بس اوصل للي قبلها بحط له شو هلا؟ فاكتوريال فاكتوريال وبعمل فيه سمبليفاي لما بيجي بعمل سمبليفاي شو بقي فوق 1 وشو بقي تحت n انتو n بلس 1 وفيك تعمل اكسباند كمان تحت بالضبط تطلع بهذا الشكل تبعتوا كيف هون ما فيك تستعمل كالكوليتر بدك انت تشتغل الفكره انه انا بدي اتعلم مش بس انه شو هي الان فاكتوريال بدي اتعلم اعرف وين وقف عشان هيك حطيت هالقاعده انه n فاكتوريال هي n ضرب n ماينس 1 فاكتوريال هي كمان n ضرب n ماينس 1 ضرب n ماينس 2 فاكتوريال مطرح ردي بوقف انا اذا انا بحاجه لاعمل سمبليفاي اوكي مش الحال بالنسبه لموضوع الفاكتوريال يس طيب هلا اول اكسرسايز بال هون هو بس هيك كالكوليشن على الفاكتوريال فيكم تحلوا هيدا كهوم اصلا ما عندكم شيء هوم لهيدا السؤال اوكي يعني بديش نزعلكم يا الفرصة سؤال واحد بس على ناس أول بس عشان نفوتوا بالأجواء بس نبلش التلاتة طيب هبلش هلأ شرح الـ problems هون الأشياء الحلوة هلأ اللي بدي نقاشات فيهم هون هذي نبزوا منيح معنا هن في عنوانين بس بالدرس في arrangement with repetition و arrangement without repetition وال with repetition و without repetition الفرق بيناتهم شيء بسيط جدا رح تفهموا لحالكم هلأ هذا الموضوع لنفهمه نحن بحاجه لنعطيكم هيك مثل اكتيفيتي مثل اكزامبل ومن نحله مثل حزوره خطون بس ركزوا لي هلا ارجعوا نحن عم نشتغل على الويذ ريبيتيشن كلمه ويذ ريبيتيشن اول شيء ارينجمنت ويذ ريبيتيشن يعني هون عم نحكي نحن عن ترتيب اليمنتس والتكرار مسموح هي المقصود فيها العنوان طيب لك شو جيت اعمل جيت عم اقول لكم let e be the set of letters of word house جيت أخذت أحرف كلمة house منيح الإي أنا اعتبرتها هي the set set symbol للset هو بهذا الشكل بينكتب هذا هو السيمبول للset مش براكت عادية هذا البراكت الكبير شايفينه هذا كل ما بدك تحط elements بقلب set هيك ما تكون تقدمه
عم نقول لكم هون اي كان بريتن ان ذا اكستنشن فورم في شيء بجريد 10 اخذتوه اسمه اكستنشن او كومبريهنشن. الله هون مش ضروري تتذكرون كثير. هي الفكره لما بتكون اوكي لما بتكونوا عم بتفصلوا الاليمنتس بنسميه اكستنشن. شو هن الاليمنتس تبعه؟ انا هون اعتبرت انا سميت الاي ذا سيت اوف وات اوف ذا ليترز اوف ذس وورد صح. شو هن الليترز تبع هيدي الكلمه؟ شو في عندي احرف انا؟ هيدا الكلمه هاوس مؤلفه من اي ليترز؟ H O U S E صح. انا كاتبهم على كل الاحوال U S E. طيب انا هون عندي سؤال. هلا انا حاطط جواب على سؤال وشايفه بس انا هون كانه عندي سؤال هو شو بده مثل حظوره. وهلا بدنا نجاوب نحن انا وياكم. تعطوني انتم كذا كلمه من هي الحظوره. السؤال هو how many words of three letters can you form using only the elements of E. يعني بمعنى تاني أنا عندي هودي letters هلا قدامي. Using only these elements, these letters يعني how many words can you find of three letters؟ كم كلمة من ثلاثة letters فيك تلاقي؟ Use. Okay. من خلال هودي الخمسة ومش ضروري يكون إلى معنى. هلا اللي قال لي أوام use عم بدور على كلمة إلى معنى عشان هيك. سائبت الكلمة إلى معنى لأنه في كتير كلمات بعد. فهمتوا؟ الكلمات ممكن يكون إلى معنى وممكن ما يكون إلى معنى ما فارق معي. اتفقنا؟ أنا بالنسبة لي في عندي حظورة في لعبة عم يتسلى هو عم يجي بيسألني بيقول لي ليك أنا عندي هلأ كلمة فيها خمسة لترز بدي إياك تستخدم بس هودي الفايف لترز لتقدر تلاقي لي بالضبط قد إيه عندي كم بقدر لاقي كلمة من ثري لترز. اتفقنا؟ فهمتوا أول شيء الحظورة شو هي؟ اعتبروه حظورة للسؤال. لأنه هلا بدنا نحاول نحن نجاوب على المسألة ونرجع نعطي جواب منطقي. طيب راح اكتب هون على جنب انا هلا وراح اسالكم كل حدا منكم هلا بيعطيني احتمال. طيب في حدا هلا قال يوز صح؟ هيدي وحده من الكلمات صح. انا لك شو عم بعمل؟ انا عم طلع لهول لترز بس بدي لتر من 3 بدي وورد من 3 لترز بغض النظر اذا إلها معنى ولا ما إلها معنى مش فارقه معي. اوكي طيب هات لنشوف مين معنى هون لنسال عشان ما نضيع بالاجر. طيب نور معنى نور صح؟ يا سيستر. طيب نور عطيني كلمه من 3 لترز مش ضروري يعني هجيها تجاي فيك تقولي مثلا اس اتش او اوكي اتش او H O S. أوكي. هاي دي كلمة تانية. نحنا عرفنا نعرف أدهن الكلمات. انتبهوا هلا أنا ما رح أكون مجنون وعدهم ما فيني عدهم. أصلاً أنتوا بلشت تحصلوا كثار. طيب. حدا يعطيني كلمة ثالثة. لين يعطيني كلمة ثالثة. S O U. S O U. U. طيب. سعيد أعطيني كلمة رابعة وقوي قلبك شوي. ان شاء الله تكونوا فهمت علي شو قصدي. يلا او يو اس هلا عايز استعملناها. برافو. شو هو فهم علي لما قلت له هلا اول شوي انه انا فيني استخدم نفس الاحرف بس بتراتوريه مختلفه يعني ما عندي مشكله يعني كلمه اس او يو غير كلمه او يو اس صح ولا لا؟ انتوا ما فيكم تلاقوا كلمات يكون الاحرف اذا شقلبتوهم بتغير معانيهم مش موجودين هون باللغه عندكم مثل يو اس او مثلا ايه مثلا او يو اس اس او يو يو اس او هلا اجى قال لي هي كلمه ثالثه مع انه انا عم بستخدم نفس اس او اي اس او يو بالضبط. هلا مش حاعدهم كلهم بس فهمتوا انتم اللعبه هلا انه انا فيني استخدم سيم 3 لترز وبيطلع عندي كذا كلمه مختلفه. على فكره لتعرفوا قد ايه هن بيطلعوا لتعرفوا شو علاقه الفاكتوريال بالدرس حاولي كم حرف بيطلعوا مش ثلاثه. انتوا اذا حابين تعرفوا كم كلمه من نفس الثلاث احرف فيكم هون حيطلع 3 فاكتوريال بيطلعوا 6. يعني نحن هلا قادرين نلاقي 6 كلمات من نفس الاحرف اللي شقلبناهم. انا هلا في عندي اس او يو عندي او يو اس في عندي اس يو او في عندي او اس يو اتسترا صح. طيب خلينا نكفي بدي منكم هلا تركزوا لي هون بالعنوان على وذ ريبيتيشن. طيب نجي لهون. حدا يعطيني كلمة خامسة. O O S O
او اس. برافو. شو قصدها لما قالت لي هلا او اس؟ ريبيتيشن، انه انا فيني اكرر الحرف اكثر من مره، ما عندي مشكله. هو لما اجى سالني السؤال قال لي هاو ماني ووردز اوف 3 ليترز، هل اعطاكم شيء كونديشن انه ممنوع يكونوا يتكرروا؟ لا. انت بتصير كونديشن تطلع بالبارت 3 اللي حنحلها بعد الفرصه، اذا without repetition distinct letters، بس كلمه distinct بتخلي الموضوع يصير without repetition. هذا صار موضوع ثاني. يعني بالdistinct مثلا انا هيدي الكلمه ما في نختارها، فهمتوا كيف؟ طيب اعطوني بعد كلمه كمان فيها تكرار على الماكسيموم. اس اي اي اتش 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 اتش. برافو. بدكم تركزوا معي شو عم بحكي، لانه لما قلت على الماكسيموم فهمت هلا هي علي انه كل شيء مكرر. هيدي كلمه ها ها تستعملوها بحياتكم عارفه صح؟ طيب صح. بعد في كثير كلمات بتتخيلوا قد ايه هن كثار؟ بعد في كثير. يعني انا هلا اذا جيت بدي اعمل بروجكت مثلا قلت لكم يلا بدي منكم تطلعوا لي قد ايه، بدي مجموعه مثلا تعمل لي عدد الكلمات من 3 letters، مجموعه تعمل لي عدد الكلمات من 2 letters. على فكره 2 letters سهلين، فيكم هلا بس يخلص الحصه فيكم تعدوهم. من 2 letters ما بدنا نختار، بيطلعوا بالضبط 25 كلمه. اوكي هلا بعدين بعطيكم كيف بيطلعوا 25 كلمه. المهم هاولي كتار. طيب انا هلا بحاجه لاعرف بشكل انت اسمعوا منيح شو بدي. انتوا هلا فهمتوا السؤال؟ انت بتضرب عدد الاحرف بكم لتر انت بدك بيطلع كم بوزيبيلتي في الكتابه. هلا طولوا بالكم هلا حنطلع. بس انا بالنسبه لي فهمتوا هون الفكره شو هي؟ انه انا في عندي سيت في بقلبه 5 لترز. انتبهوا منيح لكلمه لل 5 انه قولوا عليها هلا بالجوال. من خلال هودي ال 5 لترز انا هاو ماني ووردز اوف 3 لترز كان يو فايند؟ هذا هو السؤال. نحن هلا انا ثلاثه كنا نستعمل، في غيرهم كثير صح ولا لا؟ طيب لا، كيف بجاوب على السؤال بشكل علمي؟ كيف بحل الحزوره بشكل جدا بسيط؟ لا شو بجي بعمل؟ شو بدكم اللي مكتوبين هون؟ هلا هو برجع انا هلا بدي احل الحزوره. انا بدي الاقي كلمات من كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة خمسة صح؟ كم حرف؟ ثلاثة words of three letters مظبوط ولا لا؟ طيب the first letter شو ممكن تكون؟ شو ممكن تكون اول لتر؟ يا اتش يا او يا يو يا يو يا اس يا اي صح؟ يعني الفيرست لتر عندها كم possibility؟ خمسه. فايف. هاود الفايف المقصود فيهم مش فايف لترز، هاود الفايف هن لتر وحده بس مش عارفين اي وحده منهم. نحن ممكن تكون اتش اور يو اور اور او اور اس اور اي، يعني عندنا فايف possibilities فور ذا فيرست لتر صح؟ For the second letter قد ايه عندكم possibilities؟ 4. ليش 4؟ انا letter مش فيها تكرر؟ 3. ليش 3؟ 3 لا كمان افهم السؤال، ركزوا منيح. انا بدي الاقي كلمات صح؟ اول letter فيها تكون حيلا واحد من هود الخمسه مظبوط؟ يعني عندها 5 possibilities. اوكي. ثاني letter كمان شو؟ مش نفس الشيء؟ كمان 5 لانه شو نعيده؟ طالما التكرار مسموح تاني لتر كمان فيها تكون يا اتش يا او يا يو يا اس يا اي، يعني كمان عندها كم بوسيبيليتي؟ كمان عندها 5 5. والثالثة كمان لأنه التكرار مسموح كمان عندها كم بوسيبيليتي؟ كمان 5. برجع للي كاتبه يعني بنضرب 5 ببعض. أنا هون عم بشرح هلا. وي هاف 5 possibilities for the first letter 5 possibilities for the second and 5 possibilities for the third letter. So we obtain كل شيء بالدرس الكاونتينج بنفكر فيه براسنا and يعني انا بدي 5 for the first and 5 for the second. كل شيء and يعني times، يعني بصير الجواب هو 5 for the first times 5 for the second times 5 for the third. بيطلعوا على الضبط قديش كم كلمه؟ 125 possible words. يعني انا هودي الست اللي كتبت. استاذ ما فيك تعتبر انه عدد الكلمات هلا حنطلع قاعده طولوا بالكم، نحن هدفنا نطلع رول. بس هلا بدي اياكم تفهموا الحزوره انه لقينا لها حل احنا صح ولا لا؟ بشكل بسيط انه انا اوكي بلاقي 125 كلمه. نحن هلا نحن عم نتسلى انا وياكم لقينا كم كلمه؟ سته. هول السته هي الفكره، هول السته هن من اصل هول ال 125، يعني بعد في غيرهم لهول 119 كلمه، وهذا شيء طبيعي متوقعينه نحن، يمكن انتم متوقعين حتى اكثر من هيك.
صح؟ بس الحلو هلا بهذا السؤال انه نحن قدرنا من خلال بس هيدا التحليل نقدر نعرف كم كلمه فينا بيها، صح؟ طيب هلا بدي الاقي قاعده، يعني بدي الاقي رول، يعني حتسال حالك طيب بلكي استاذ في سؤال ثاني، بلكي في المنتس ثانيين، بلكي في عدد مختلف، انا بدي اشوف شو هي ال 125. كرمال هيك انا بالجواب اذا انتبهت شو كتبت اول شيء 5 باور 3. شو المقصود بال 5 وشو المقصود بال 3؟ البيز هون 5 هو عدد اللترز، عدد هي كم لتر نحن اخذنا. برافو، عدد اللترز اللي انا عندي اياهم بالست، صح؟ يعني انا سائبت هو اختار ست فيها كم المنت؟ فيها 5 المنتس. ال 3 المقصود فيها السؤال اللي انا سالته، انا سالت بدي سؤال من كم لتر بدي كلمات؟ من 3 لترز. ثلاثة. هلا إذا برجع لهون معكم، لو كان بدي سؤال، لو كان بدي كلمات من 2 letters قد كان حيطلع؟ 25 بينعدوا على فكرة، يعني مثلا HH كلمة، HO كلمة تانية، OH كلمة تالتة، HU كلمة رابعة، هولي بينعدوا. هو صراحة أنت هلا UU SSEE أنت هلا إذا جبت ورقة بيضاء وكتبته بيطلع معك 25، بس ليكوا قد إيه زادوا لما زدت بس حرف واحد، لقد صاروا 125. إذا زدت بعد حرف رابع، يعني إذا بدي كلمات من 4 letters حيصيروا 625، يعني حيزيدوا 500 كلمة. عم تفهموا قد إيه الفرق بصير؟ فنحن هلا بدنا نطلع القاعدة شو بتقول؟ إذا كان الـ E مؤلف من N elements وأنا بدي اختار P elements، الرول بتكون the number of arrangement، هم نسميهم with repetition arrangement، هولي عم رتب ترتيب أنا، of p elements chosen from a set of n elements is what n power. هيدا هو الجنرال رول. الان بتكون هو عدد الالمنتس الاجمالي اللي عندي اياه انا بالسؤال، والبي بتكون عدد اللي انا عم بختارهم، اللي هو بيختارهم بالسؤال اللي هو بيسالني عنه. بس قبل هول في نقطه نسيت احكي عنها، نقطة كتير مهمة. بعالم الارنجمنت the order matters. شو المقصود بهذه الجملة؟ the order matters نسبة للي قال لي من شوي سعيد، انه كلمة SOU غير كلمة OUS. هذا المقصود بـ the order matters، يعني هيدي الكلمة بالرغم انه مؤلفة هي وهي من نفس الاحرف، بس هيدي كلمة غير هالكلمة. ليه؟ لانه التراتبية تبع الاحرف اختلفت، فالتراتبية هون بتأثر على شغلي، يعني بتخليني عد كلمة غير كلمة. هذا المقصود بكلمة the order matters. اتفقنا؟ طيب. And each element can be read more than once. هيدي إلها علاقة مثل آخر two examples أخذناهم، إنه أنا فيني اختار إذا بدي أكثر من مرة نفس الإلمنت، لأنه الموضوع هوني arrangement with repetition. اتفقنا؟ هلا ليكو أنا مش هقلكم with، بس أنت إذا أنا ما أعطيتك condition يعني تعتبر هي with repetition. هي هالفكرة. الويذاوت شو بيجي بيحط لك اي كلمه بيقول لك هاو ماني، يعني هون نفس السؤال سال انا اللي حنحله بعد الفرصه، فيكم تطلعوا عليه لحالكم على فكره تفهموه، هو هاو ماني ووردز اوف 3 ديستينكت ليترز كان يو فايند. لما ضفت كلمه ممنوع يتكرر، ديستينكت يعني ممنوع كرر، يعني ساعتها ايتش اليمنت هونيك كان بي ريد وانس، مره واحده في الاختيار ما عادش في الاختيار اكثر مره. هذا الفرق بينه وبين ارينجمنت وذ ريبيتيشن. وطبعا العدد الكلمات كثير بيقل، يعني بصير خمسة للأول، الثاني قد ايه بكون يا صبايا شباب برأيكم؟ أنا إذا هوني عندي 5 possibilities للأول، الثاني قد ايه بصير عنده؟ 5-1 يعني 4. ليش؟ لأنه اللتر اللي اخترتوها هون ما بقى في، لأنه ممنوع ناخد أحرف، يعني أنا لو فرضنا اخترت أول حرف حرف منيح، أنا إذا كانوا distinct الثاني حرف فيه يكون حيالله شيء ما عدا له، يعني صار عندي كم possibility للثاني؟ 4. الثالث افترضوا انا هون اخترت الاس، اذا انا صرت مختار لهلا اليو والاس، ثالث حرف صار فيه يكون حيلا شيء من هذيك الثلاثه، يعني عنده كم بوسيبيليتي؟ لقد ده حيطلع هلا بيطلع 60 كلمه هون، تبعتوا قد ايه فرقت؟ نضربهم ببعض بيطلع 60 كلمه بس من اصل هون 125، يعني الكلمات اللي فيهم تكرار اكثر من الكلمات.